طالب ناشطون وإعلاميون وصحفيون أنباريون نقابة الصحفيين العراقيين ووسائل إعلام بأن يكون لهم دور في توعية الشباب وتنمية الاستقرار وبناء ما دمره فكرا ومادة داعش الإرهابي، فيما دعا آخرون المؤسسات والقنوات الإعلامية بكل أشكالها بأن يكون لهم دور في بث برامج تثقيفية هادفة إيجابية. دور الإعلام غائب يعني في كثير من الأمور، يجب أن تكون هناك برامج تثقيفية توعوية. الشباب هم عماد المستقبل وهم أساس المجتمع، فلذلك يجب أن يكون لهذه الوسائل الإعلام أن تكون تعيد للبرامج التثقيفية التوعوية التي كنا نشاهدها في السابق أن تكون حاضرة في كل المؤسسات الإعلامية. حضرنا هذا اليوم الندوة التي أقامها قصر الثقافة والفنون والتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين فرع الأنبار، الندوة التي استهدفت شريحة الشباب والتي تحمل عنوان دور الإعلام في توعية وتنمية الشباب. حقيقة اليوم الشاب في حيرة في أمره، لا يعرف السلبي من الإيجابي. علينا كحكومة وكنقابات أن نوعي أي هذه الشريحة، لأنها هي الشريحة المهمة في بناء المجتمع. للإعلام دور فاعل جدا ويعتبر سلاح خطير جدا في المعارك، وتوجيه الشباب بالاتجاه الصحيح. ربما في الآونة الأخيرة قامت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام، ما يسمى بالإعلام الرقمي أو الإلكتروني، تقديم محتوى هابط تدنى بالمستوى الثقافي والأدبي للشباب العراقي، اتخاذ القضاء العراقي إجراءات صارمة بهذا الجانب له دور كبير جدا ومؤثر في تصحيح المسار.